My wife and I are immensely proud to be able to share this historic moment with you. بعد أيام على توليه العرش، الملك تشارلز يواجه أول فضيحة عن علاقته برئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس. نفى وزير بريطاني مزاعم بأن رئيسة الحكومة ليز تراس أمرت الملك تشارلز بعدم حضور قمة المناخ كوب 27 الشهر المقبل في مصر، وسط تساؤلات حول التزام حكومتها بهدف صافي انبعاثات صفرية. وأكد قصر بيكنغهام أن تشارلز لن يحضر المؤتمر الدولي في شرم الشيخ على الرغم من التزامه طويل الأمد والعاطفي بالقضايا البيئية. وذكرت صحيفة ساندي تايمز أن قرار عدم الذهاب اتخذ بعد أن أثارت رئيسة الوزراء اعتراضات خلال لقاء مع الملك في القصر الشهر الماضي، وفقاً لما نقلته بلومبرغ واطلعت عليه العربية دوت نت. ومع ذلك قال سكرتير الأول للإسكان والمجتمعات سيمون كلارك إن القرار تم الاتفاق عليه بشكل متبادل من قبل الحكومة والقصر، بينما أصر الوزراء على أنهم ما زالوا ملتزمين بهدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول 2050. وأضاف كلارك لراديو تايمز: من الواضح أن هذا قرار تم اتخاذه بالتراضي بين الملك والحكومة. هذا قرار تم اتخاذه ودياً على حد علمي بين القصر والحكومة، والاقتراحات التي صدرت بأنه أمر بالابتعاد هي ببساطة غير صحيحة. وفي وقت سابق قال مصدر لوكالة بلومبرغ إنه من السخف الإشارة إلى أن رئيس الوزراء يعطي أوامر للملك. And members of the House of Commons, I am deeply grateful. ووفقاً للتنظيم، في المملكة المتحدة تتم جميع الزيارات الرسمية الخارجية لأفراد العائلة المالكة وفقاً لنصيحة من الحكومة. وقبل توليه العرش كانت هناك تكهنات بأن تشارلز بصفته أمير ويلز سيذهب إلى مصر بعد أن ألقى خطاباً في قمة كوب 26 في غلاسكو العام السابق. كما تحدث ابنه الأكبر ويليام دوك كامبريدج آنذاك في هذا الحدث، بينما سجلت الملكة كلمة افتتاحية حثت فيها قادة العالم على اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ. Secretary of State, Provost, ladies and gentlemen, my wife and I are... ومع ذلك قال مصدر حكومي أن القصر والحكومة نظروا بشكل منفصل ثم اتفقا بشكل مشترك على أنه قد تكون هناك خيارات أكثر ملائمة لأول زيارة خارجية لتشارلز كملك. وقال كلارك: أعتقد أن الأمر مختلف تماماً عندما تكون المملكة المتحدة هي الدولة المضيفة لحدث كبير مثل كوب، بخلاف أن يشارك رأس الدولة في هذا الحدث الذي يتم استضافته في مصر. وأضاف: إنه المسار الطبيعي للأمور أن يتم التعامل مع هذا من قبل الحكومة وليس من قبل النظام الملكي.